بعد فوز مجلس إدارة غرفة صناعة إربد بالتزكية، طالب المستثمرون في مدينة الحسن الصناعية المجلس العمل على إيجاد حلول للقضايا التي تواجه القطاع الصناعي في داخل المحافظة. رئيس جمعية المستثمرين عماد النداف قال إن القطاع الصناعي يعاني من نقص العمالة المؤهلة وارتفاع الكلف التشغيلية، وأكد على أن نسبة تصدير منتجات مدينة الحسن الصناعية تقلصت إلى ما يزيد عن النصف إلى الدول الأوروبية والتي تقوم معظم المصانع بالتصدير إليها.